بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أشرف محمد علي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الإلكتريكال ماشينز من خلال قناتنا على اليوتيوب. النهاردة بندي المحاضرة رقم 5، عنوان المحاضرة دي سي ماشينري فاندامنتالز، أساسيات الدي سي ماشين. طيب تعالوا نشوف كده هنقول إيه النهاردة. الاوتلاينز، العناصر الرئيسيه بتاعه المحاضره. بنتكلم في الاول على الجنرال برينسيبلز فور روتيتنج ماشينز، طبعا المبادئ العامه بالنسبه للروتيتنج ماشينز، الالات اللي بيحصل فيها عمليه ايه، روتيشن، اللي هو روتيشن يعني دوران. تاني حاجه بنتكلم فيها على الفولتج انديوسد، الفولتج المستحث في الروتيتنج لوب، اللي داخل الروتيتنج لوب. تالت حاجه هنتكلم على التورك، وطبعا اتكلمنا قلنا معنى التورك يعني ايه، اللي هما قوتين عكس بعض وما بينهم ذراع بيؤدي الى الدوران. فهنشوف في تورك مستحث في الكارنت كارينج لوب، ده هنتكلم عنه. وهنتكلم ايضا على الكونستراكشن بتاع الدي سي ماشينز، وهنتكلم على الدي سي جنريتورز. طيب اول حاجه اللي هي جنرال برينسيبلز، المبادئ الاساسيه للروتيتنج ماشينز. عندنا الالكتريك ماشينز، سواء جنريتورز زي ما عرفنا قبل كده او موتورز، يوجوالي دائما هاف ذا سيم كونستراكشن، نفس التركيب بس بيبقوا ديفرنت في التايب اوف انبوت اند اوتبوت. يعني الجنريتور بيدخل له ايه يا جماعه، ميكانيكال، زي دينامو مثلا بيدخل له زي سرعه وبيتحولها الالكتريكال انرجي. انما الموتور بيدخل له بقى الالكتريكال انرجي وبيحولها الميكانيكال انرجي. طبعا ده في وجود فيلد معينه موجوده هي برضه بتساعد على هذا الموضوع. طيب بنستكمل في الجنرال برينسيبلز فور روتيتنج ماشينز. عندنا الالكتريكال ماشينز بتتكون من تو ممبرز، حاجتين اساسيتين. واحد منهم از ستيشنري، الثابت بيسمى اللي هو الستيتور، وفي الجزء اللي هو المتحرك او الروتيتنج اللي بيتحرك بيروتيت اسمه الروتور. طبعا الاثنين مصنوعين من ماجنتيك ماتيريالز، من ماده مغناط، مواد مغناطيسيه اند لامينيتد، يعني زي ما تقول ان هم عاملين زي صفائح كده تو ديكريز عشان يقلل الايدي كارنت لوسز، الايدي كارنت لوسز اللي خدناه قبل كده في المحاضرات اللي فاتت. بيقول لك برضو الاير جاب، المفروض بيبقى فيه فجوه هوائيه لازم تبقى موجوده، زي ما هو راسم لك اهو كده في الشكل، في اير جاب كده ما بين الستيتور اند الروتور، ما بين الجزء الثابت والجزء المتحرك من الموتور، عشان يسمح للروتور ان هو روتيت، عشان يسمح للروتور بتاعك انه يحصل له عمليه روتيشن او دوران. بدون طبعا هذا زي الاير جاب هيبقى ما فيش سماحيه للدوران، لازم يبقى فيه فجوه هوائيه موجوده. الالكتريكال ماشينز ليها برضه لازم نبقى عارفين تو مين وايندنجز، نوعين من الملفات، نوع اسمه الارميتشر وايندنج ونوع اسمه الفيلد وايندنج. الارميتشر وايندنج ده هو الملفات اللي فيه بيبقى اتويتش الاي ام اف، الالكتروموتيف فورس بيستحث في حاله الجنريتور كيس، اور اون ويتش التورك از بروديوسد، اللي هو في حاله الموتور كيس. احنا طبعا بنقول الجنريتور او الموتور، الاثنين دول بيعتبروا الكتريكال ماشينز. فالارميتشر وايندنج هنا الملفات بتاعتي، بحيث ان الاي ام اف بيبقى لو الاي ام اف از انديوسد، استحست يعني اتحسيت بيها، ده في حاله الجنريتور كيس، تورك تولدت او اذ بروديوس، ده في حاله الموتور كيس. يبقى دي الملفات اللي خاصه بهذا الموضوع. طب الفيلد بقى، دي ريسبونسبل، مسؤوله عن تو بروديوس ماجنتايزيشن فلكس، يعني بتعمل زي فلكس ماجنت، ماجنتيك فلكس انسايد ذا ماشين، داخل الاله بتاعتك. ايزر اوف ذا تو وايندنج، الاثنين وايندنج كان بي بليسد في الستيتور او في الروتور اكوردنج تو ذا تايب اوف ماشين. طبعا هما بيتحطوا فين، في الستيتور ولا في الروتور، حسب نوع الاله بتاعتك. طيب الالكتريك ماشينز مي بي كلاسيفايد از دي سي ماشينز واي سي ماشينز، يعني ممكن الالات تكون دي سي او اي سي، وير بوث هافينج اي سي فولتج اند كارنت ويزين زيم. تعال نشوف كده، الدي سي ماشينز ليها دي سي اوتبوت، يعني الاوتبوت بتاعها بيكون دي سي نتيجه وجود ميكانيزم معين، ديو تو ذا بريزنس اوف ميكانيزم، اللي بتحول الاي سي فولتج تو دي سي فولتج، لانه عنده ميكانيزم بيحول من الاي سي للدي سي، وهذا الميكانيزم بنسميه الكوميوتيتور. بوث طيب النوعين بتوع روتيتنج ماشينز ار بيزد اون تو بيسك برينسيبل،
يا فولتج انديوسد، يا اما بتطلع فولتج في الروتيتنج لوب، يا اما بتطلع تورك بروديوسد اون كارنت كارينج لوب. واحنا قلنا فولتج انديوسد لو ده موتور، لو دوت جنريتور، وتورك بروديوسد لو دوت موتور. بيقول لك لو احنا طبعا بنتكلم بقى تاني جزئيه في المحاضره بتاعتنا، الفولتج انديوسد في روتيتنج لوب اللي هي الجهد اللي مستحس اللي موجود في نتيجه الروتيتنج بتاعه اللوب، نتيجه دوران اللوب. فبيقول لك لو عندك واير كاتس ذا فلكس لاينز اوف ماجنتيك فيلد، طبعا الفولتج ويل بي انديوسد ان ذات واير، يبقى الفولت هيستحس. لو في عندي سلك بيقطع مجال مجموعه من خطوط الفلكس بتاع الماجنتيك فيلد، فالفولتج ويل بي انديوسد ان ذات واير. الانديوسد الكتروموتيف فورس بيعتمد على ايه؟ على اللينس بتاع الواير، طول السلك، بيعتمد على الفيلوسيتي بتاع الواير، سرعه الايه الواير، والماجنتيك فلوكس دينستي، وبيعتمد على الماجنتيك فلوكس دينستي بتاعتي اللي هي الايه البي. يبقى عندنا الاي اهو القانون بتاعي ال دوت في كروس البي. طبعا الدايركشن بتاعي بتاع الانديوسد الكتروموتيف فورس اللي بيطلع المستحث ده بيتحدد بفليمنج رايت هاند رول، زي ما انت شايف كده عندك، ادي فليمنج رايت هاند رول، الايد اليمنى بيبقى في عندي الابهام وعندي زي السبابه والوسطى، فزي ما انت شايف هي بتحط صوابعك بهذا الشكل، بتلاقي ان الوسطى بتكون رايحه ناحيه الانديوسد كارنت، السبابه بتشاور ناحيه الماجنتيك فيلد، فالموشن بتاعك او الفورس بتاعتك اللي هي بتمثل زي الانديوسد الكتروموتيف فورس بتبقى ناحيه الابهام اللي هي بالايه السهم اللي بالايه باللون الاخضر دوت بالنسبه لي، تمام كده. طيب الفولتج، ما زلنا في الكلام على الفولتج انديوسد في الروتيتنج لوب. طبعا تريسنج ذا انديوسد فولتج، لما بنيجي بنتتبع الانديوسد فولتج وايل ذا لوب روتيتس، طبعا اللوب بتاعتك بيحصل لها دوران في يونيفورم ماجنتيك فيلد، هو طبعا ممثلها لك اهو. فاللوب دي زي واير بيتحرك في مجال مغناطيسي، ذا بلو ساين ويف كان بي اوبتين، هتلاقي ان الساين ويف هتتولد، تمام. السلايب رينج اند ذا براشز اللي موجوده عندي are used to transfer the induced voltage، ان هي بتنقل ال induced voltage اللي هو الجهد المستحث من ال rotating loop to a stationary terminals للحاجات الثابته، للاطراف الثابته. الاندكشن بتاعك الجهد المستحث on wire moving in magnetic field is the basis of electric generators، هي فولت مستحس، يعني فولت بيحس بهذا الفولت نتيجة حركة الواير في مجال مغناطيسي فبيولد لي هذا الفولت المستحس. طيب فإن طبعا هنا بيوضح هذا الكلام، إن كيرف شيب بولز فيسز، في لو شكل كيرفت كده تشيب، الكونستانت ويدز اير جاب ابيرز، فبيبقى في عندي زي كونستانت الويدز عرض ثابت من الاير جابس بتظهر. عشان نقلل الريلاكتنس، الريلاكتنس زي ما قلنا قبل كده هي مكافأة للريزيستنس في الالكتريكال سيركتس، فعشان نقلل الريلاكتنس بتاع الفلكس باس ثرو ذا ماشين، الماجنتيك فلكس لازم تيك ذا شورتست بوسيبل باس، لازم تاخد اقصر مسار ثرو ذا اير از شون بلو، يعني لازم تاخد اقل مسار او اقصر مسار من خلال الاير از شون بلو. ذيس ميك طبعا الماجنتيك فلكس تبقى كونستانت وبتبقى بيربنديكولار تو ذا فلوسيتي دايركشن، الاوتبوت بتاعي فولتج تيك ذا بلوت شيب، فهو بيوريك شكل الفولت المستحث في هذه الحاله، والفولتج انديوسد في كل كوندكتور بيساوي في في البي في ال. ما زلنا في الكلام على الفولتج انديوسد في روتيتنج لوب. فبيقول لك عشان تنتج بقى دي سي فولتج من الاوبتيند اي سي، انا عايز انتج بقى دي سي من الاي سي، تمام. فبيستخدم مثلا تو سيمي سيركولار كوندكتنج سيجمنت، قطعتين يعتبروا شبه دايره سيباريتد، ان انت فاصلهم بعازل بمايكا مثلا، ار ادد تو ذا اند اوف ذا لوب، بتكون مضافه على النهايه بتاعت اللوب انستيد اوف سليب رينج، بدل من الرنجات اللي هي الحلقات اللي بتبقى موجوده عندك عند الاطراف، لا بيبقى انستيد اوف ايت بيبقى في عندك زي مايكا كده محطوطه على نهايه اللوب. كل افري تايم الفولتج بتاع اللوب سويتش ذا دايركشن بتبقى في اتجاه، الكونتاكت اولسو سويتش كونكشن، الكونتاكت بتاعك اللي هو الاتصال بتاعك ار سويتش كونكشن، لذلك الاوتبوت فولتج لازم بيبقى ليها نفس البولاريتي بتاعتي، زي ما هو
موضح لك في هذا الشكل كده، اللي هو التحويل من الـ AC للـ DC من خلال يعني شكلة كده ميكانيكية بتوضح لك الآلة ايه اللي بيحصل فيها من خلال السلك بيبقى وضعه عامل ازاي او ملفوف بطريقة عاملة ازاي، وهو مرتبط بالجزء اللي بتاع الايه البراشز بتاعك، والانزليتور اللي هو بيبقى العازل اللي انت بتحطه اللي هو بيبقى من المايكا، كل ده عشان يؤدي الايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. طبعا عشان في بيبقى فيه ريبلز، عايز تقلل الريبلز في الانديوسد فولتج، دايما بيبقى فيه زي ريبلز عشان انت بتتكلم على دي سي، ساعات بيبقى فيه ريبلز، فبتستخدم مور سيجمنتس قطع مختلفه اند مور لوبز شود بي يوزد، ولوبز اللي هو السلوك المغلقه يعني بتبقى مقفوله عامله زي ايه حاجه حلقه مغلقه كده، بتستخدم لوبز كتيره عشان تحاول انك تقلل الريبلز عندك. بعد كده التورك بقى، التورك زي ما احنا عارفين قلناه برضو في تورك مستحث نتيجة الكارنت الكارينج اللوب، تيار ماشي في واير ماشي في ماجنتيك فلاكس بيولد برضو ايه تورك. التورك زي ما احنا قلنا عبارة عن ايه يا جماعة، قوتين عكس بعض وما بينهما ذراع فبيؤدي للدوران. فلو عندي كارنت فلو ان لوب يعني كارنت ماشي في لوب بليزد، اللوب ده موجود في ماجنتيك فيلد، القوة will be produced resulting in a torque on that loop، بينتج عنه تورك. الفورس بيساوي ايه بقى on each segment of the loop، اهي i في l في b، ال i دي الماجنتيود بتاع الكرنت، الماجنتيود بتاعي بتاع الكرنت المقدار بتاع الكرنت، ال l اللينث اوف ذا سيجمنت اللي هي طول القطعه بتاعتك، ويز دايركشن اوف ال ديفايند تو بي ذا دايركشن اوف كرنت، اتجاه ال l هو نفسه اتجاه التيار، وال b هي الماجنتيك فلوكس دينستي فيكتور، تعتبر فيكتور متجه معين بيعبر عن الماجنتيك فلوكس دينستي. الكيرف شيبد اوف ذا بول طبعا هنا فيسز بروفايد ا كونستانت، يعني هو مديني بويدز اير جاب، العرض بتاع الاير جاب بتكون ثابته، بتخلي الماجنتيك فلوكس بي بتاعتي دائما ثابته وعموديه على الاتجاه بتاع السلك بتاعي، يعني الماجنتيك فلوكس بتبقى عموديه على اتجاه السلك. فور ذا لاين سيجمنت مثلا لو احنا بصينا كده عندي اهو ادي A وB وادي C وD، فور لاين سيجمنت اي بي اند سي دي اند بارلل تو ذا دايركشن اوف ال، والمفروض ان هو بارلل موازي للدايركشن بتاعي بتاع ال ال فور ذا لاين سيجمنت بي سي و دي اي. الفورس طبعا اللي بتتولد في اللاين سيجمنت بي سي، الفورس بتاعتي اللي بتتولد في البي سي والدي اي بتكون ايكوال تو زيرو، وايل ذات مين بقى القوه اللي بتبقى ظاهره عندي بتاعت الاي بي والدي سي، لان دي بتكون البي سي والاي دي بتبقى دي عموديه على الجزء بتاع الاي بي والاي والسي دي، فبنلاقي ان الفورس بتاعنا بي اي ال، البي طبعا الماجنتيك فلوكس، الاي اللي هي الكرنت ماجنتيود بتاع الكرنت، ال اللي هو اللينس بتاع الواير، التورك بتاعك انت عارف اللي هو القوه في الطول بتاع الذراع لو قلنا عليه ار، يبقى هتبقى زي ما انت شايف اهو ادي الار بتاعتي اهي، دي اللي بيحصل فيها بتسبب الروتيشنز نتيجة ادي القوتين، ادي قوة مضروبة في الطول بتاع الذراع بيولد التورك، فيبقى هي بي اي ال في الايه في الار هو ده التورك بتاعي. طبعا الكونستراكشن بعد كده نتكلم على الكونستراكشن بتاع الدي سي ماشين، زي ما احنا عرفنا ان في ستيتور وفي روتور، الستيتور زي ما قلنا اللي هو ستيشنري بارت هو الجزء الثابت في الآلة بتاعتك، بيتكون من ان ايفن نمبر عدد زوجي من البولز اللي هو 2 بي زاد دي فرق، طبعا بتختلف حسب الديزاين بتاع الاله بتاعتك. الستيتورز بتشيل الفيلد وايندنج، طبعا هي بتحمل الوايندنج الثابت مش الارميتشر اللي هو بيستخدم عشان يبروديوس ان هو ينتج الريكوايرد ماجنتيك فيلد باستخدام الدي سي سورس. الكورز بتاع البول مش نيسيسري بي لامينيتد، يعني مش لازم يبقى زي عباره عن صفائح، بكوز ان الفيلد وايندنج بيكاري دايركت كارنت لانه بيشيل زي تيار ثابت تيار مستمر دي سي كارنت. هاويفر ذا بول شود بي، لكن في بول شود بي لامينيتد بيكوز اوف زير بروكسيميتي طبعا دو ذا ارميتشر وايندنج، نتيجه وجود مين الملفات بتاعه الايه الارميتشر. الروتور بقى اللي هو الجزء الايه اللي بيحصل فيه الروتيشن، يعني في روتور بارت اللي هو خاص بالايه بالحركه بتاعه الموتور او حركه الاله ان ذا ماشين، بتتكون من عدد من السلوتس
يعني في عدد زي من الفجوات كده which the armature cools are light. الروتور بيحمل الارميتشر وايندنج، الملفات بتاعت الارميتشر. في الكوميوتيتور برضو، هي ميكانيزم زي ما قلنا قبل كده، هي مسؤولة عن انها بتحول الجنريتد اي سي فولتج تو دي سي فولتج. فطبعا الكوميوتيتور برضو از ماونتد، المفروض ان هو محطوط على نفس الشافت او نفس الاكسس بتاع الروتور. اند ات كونسيستس، مكون من مجموعه من الكبر، قطع من السلوك النحاسيه سيبريتد، انها مفصوله عن بعضها بعازل، يعني زي سلوك نحاس مفصوله بعازل بانزوليتور معين. طيب بعد كده الارميتشر وايندنج اللي هو خاص بالايه، بالحركه، زي ار وايندنج، ملفات ذات ليد ان ذا روتور سلوتس، موجوده في الفجوات بتاعه الروتور، مكونه من مجموعه من الدايموند شيب او بري فورمد كويلز، مجموعه من الكويلز اللي هي الكويلز اللي زي الملفات بتاعتي، ويتش ار المفروض انها موضوعه في الروتور سلوتس. كل كويل بيتكون من نمبر من التيرنز، عدد من اللوبس، عدد من السلوك الملفوفه المغلقه. كل تيرن از تيبد، المفروض ان هو محطوط ومفصول او معزول من الاذر تيرن، من الملفات او التيرنز المختلفه الاخرى ومن الروتر سلوت. كل سايد من التيرن بنسميه كوندكتور اللي هو موصل. التوتال نمبر بتاع الكوندكتور از 2 ان سي، الان هي عدد التيرنز بير كويل، والسي النمبر اوف كويل ان ذا روتور سلوتس. طبعا هي الحاجات دي اجزاء نظري بس مهمه جدا، لازم تعرف ان ماده الماشين فيها حاجات نظري كتير، وطبعا بيبقى فيها برضو مسائل، بس الجزء دوت يعتبر جزء ايه، نظري، اللي هو بيتكلم على الكونستراكشن، التركيب بتاع الدي سي ماشين. الارميتشر وايندنج، الكويل بتاع الارميتشر وايندنج بيبقى متوصل للكوميوتيتور، اند بيكون مجموعه من البارل بافز نفسها، مسارات متوازيه بتساوي 2 ايه، زي ما انت شايف المسارات المتوازيه دي فور روتور كارنت. طبعا تو ديفرنت ديزاين، في تصميمين مختلفين في الدي سي ماشين، بريجاردنج بتكون بتاخد في الاعتبارات الطريقه بتاعه كونكتنج الارميتشر كويل، بتسمى كولد ذا لاب وايندنج اور ذا ويف وايندنج، بتسمى كذا. في اللاب وايندنج عدد المسارات اللي هي بارلل المتوازيه بتساوي عدد البولز اللي هي 2 اي بتساوي 2 بي، لكن في الويف وايندنج عدد البارلل باس ار ايكوال تو 2، يعني 2 اي بتساوي 2. بعد كده بيقول لك بردك الدي سي جنريتور البرنسبل بتاعه الاوبريشنز بتاعتها بالنسبه للدي سي جنريتور، مولدات الدي سي. بيقول لك لما يبقى في دي سي فولت عندك زي بطاريه متوصله بالفيلد وايندنج، في كونستانت ماجنتيك فلوكس از بروديوسد، يعني المفروض مجال ماجنتيك فلوكس، مجال بخطوط بلاينز معينه بيتولد، مجال ثابت. لو الارميتشر وايندنج ماونتد موضوعه في الروتور، في الروتور بروتيتس، بتروتيت بالمينز بالوسيله بتاعه ان اكسترنال برايم موفر، يعني في زي موفر رئيسي هو اللي بيحركها، فهي بتقطع المجالات او الماجنتيك فلكس بتاعتك فبيتولد اي ام اف. تمام، الانديوسد اي ام اف ده اي سي، بيعتبر اي سي. طب هاويفر انها المفروض بتتحول لدي سي باستخدام مين يا جماعه؟ الكوميوتيتور اللي قلنا عليه. في بقى مجموعه من البراشز اللي هي زي يقول لك الكربون براشز والميكانيكيه، يجي يقول لك الشربون هو ده البراشز اللي موجوده عندك، ده بيستخدم عشان ينقل الالكتريكال باور فروم روتيتنج وايندنج تو ستيشنري لود، عشان ينقل القدره الكهربائيه من الروتيتور وايندنج للستيشنري لود، وعشان يقلل المقدار بتاع الايه، الاحتكاك بالنسبه لك. طبعا هنا الانديوسد فولتج اكروس وان كوندكتور، المعادلات بقى في البي في ال، والفي الباي في الدايمتر في عدد التيرنز مقسومه على 60، والبي بتساوي الماجنتيك فلكس على الاريا، فبنيجي طبعا هنا الماجنتيك فلكس على الاريا عباره عن الباي في الدي في ال على 2 بي دي الاريا، وعندنا المفروض ان الاي سي بتاعتي بناء على هذا اللي هي في البي في ال، فالفي انا هعوض بباي دي في الان على 60، والبي هعوض بالاكسبريشنز اللي عندي، والال اهي، يبقى دلوقتي الال دي هتطير مع الال دي، هيديني قانون كده 2 بي في الفاي في ان على 60،
مديك بقى ان البي اللي هي الماجنت الفلكس دينستي، الفي لينير فلوستي، الال اللينس بتاع الارميتشر، الدي اللي هو الروتيتور دايامتر، الان اللي هو الروتيتنج سبيد، الاتنين بي اللي هو النمبر اوف بولز، الاتنين ايه اللي هي النمبر اوف بارلل باثز، عدد المسارات المتوازية، والزد التوتال نمبر اوف كوندكتورز. لازم لما تكتب قانون تبقى عارف كل حاجة فيه. طبعا بيقول لك الانديوسد الكتروموتيف فورس حوالين الماشين بتاعتك بتبقى اي سي في النمبر اوف كوندكتور بير باس، في عدد الكوندكتور لكل مسار. طبعا النمبر اوف كوندكتور بير باس هي بتساوي زد على 2 ايه، احنا قلنا الزد اهي في اللي فاتت اللي هو التوتال نمبر اوف كوندكتورز على الاتنين ايه اللي هي النمبر اوف بارلل باس، هو ده اللي بيجيب لي عدد الايه الكوندكتورز. فبالتالي الاي برضو اقدر اجيب لها قانون زي ما عملنا في الاي سي، تمام، وهيساوي الكي في الفاي في الايه في الان. هي طبعا هنا الاوميجا عباره عن 2 باي على 60 في الان عدد التيرنز بتاعتي، فاقدر اجيب منها الاي. اهم حاجه القانون اللي مكتوب باللو اللي في البرواز الاحمر عندي، اللي اي بتساوي كي بتاعت الارميتشر ثابت في الفاي في الاوميجا، والكي اي دي عباره عن ايه 2 بي على 2 اف زد على 2 باي، تمام. هي طبعا قوانين كتيره عندنا. وان الباور فلو، سريان الباور، وان اوف ذا موست كونفينينت تكنيكس، احدى التقنيات اللي تعتبر تقليديه فور اكاونت فور باور لوسز ان ماشين از ذا باور فلو دايجرام. زي ما انت شايف حاجه اسمها باور فلو دايجرام اللي هو بيعبر عن سريان الباور عندك. هو بيعبر ادي بي انبوت لحد ما وصل للبي اوتبوت، في مجموعه من اللوسز بيتعرض ليها، من ضمنها الميكانيكال لوسز، في الكور لوسز، في الاستراي لوسز، في الاي سكوير الكبر لوسز نتيجة ان ده سلك من النحاس فبيتعرض لفقدان او نتيجة ايه مرور التيار فيه، فيبقى اي سكوير في ار، والفي تيرمينال فولتج، وفي عندي هنا الاي ال اللي هو اللاين كارنت التيار اللي ماشي. يعني البي اوت بوت عبارة عن الفي تي التيرمينال فولتج مضروبة في الاي لاين اللي هي اللاين ايه اللاين كارنت. طبعا الدي سي جنريتور في عندي اربع ميجور تايبز بتاع الدي سي جنريتور بتتقسم according to the manner in which their field flux is produced. في عندي DC separately excited generator، الفيلد فلوكس بيبقى derived from a separate power source، من باور منفصل independent على generator itself. يعني انا عندي زي كده الدايرة اللي عندي كده، يمكن لو انت كنت خدت مادة الاوتوماتيك كنترول تكون هذه المعادلة مألوفة بالنسبة لنا، ان انا عندي الاي عبارة عن الفي تي بتاعتي زائد الاي بتاع التيار بتاع الارميتشر في الارميتشر بتاعي، تمام، والفي فيلد لما يكون فيه فيكسد وايندنج اللي هو ماشي، يعني فيه ملفات اللي هي الخاصة بالارميتشر وفي ملفات الخاصة بالفيلد، فانا بقول الفي اكروس الفيلد وايندنج عبارة عن التيار بتاع الفيلد وايندنج مضروب في المقاومة بتاعت الفيلد وايندنج. يمكن انت كنت بتاخدها في الكنترول بيبقى فيه اندكتور كده بيبقى موجود عندي. في برضو هنا دي there are four major type of DC generator زي ما قلنا classified according to the manner. تاني نوع اللي هو DC shunt generator، النوع التاني الشانت DC generator بيقول لك ان هو supply its own field current by having its field connected directly across the terminal. يعني زي ما انت شايف ال RF واللي ماشي الاندكتور in parallel معايا، فده شانت يعني parallel بارلل جنريتور. المعادلات بتاعته هيبقى الاي اي عباره عن الفي بتاعتي الفي تيرمينال زائد الاي اي في الار ال التيار اللي ماشي في الارميتشر في الريزيستنس بتاعه الايه الارميتشر، الفي تي بتاعتي الاي فيلد في الار فيلد، وعندي الاي اي عباره عن الاي ال زائد الاي اف تيارين مجموعين على بعض، ده في الدي سي شانت جنريتور. طيب بعد كده في سيريس جنريتور، يبقى هما ان سيريس. طبعا سيريس دي سي جنريتور از ا جنريتور هوز فيلد از كونكتد ان سيريس ويز ارميتشر. يعني هنا ان سيريس يبقى في المعادله بتاعتي كل دي معادلات كي في ال، يبقى عندنا الاي اي بتساوي في تي زائد الاي اف الار اي زائد الار اف، والاي اي بتساوي الاي اف بتساوي الاي ال نتيجه انه تيار واحد هو اللي ماشي في الدايره عندي، مقاومات على التوالي مع بعضها. بعد كده اخر حاجة الدي سي كومبوننت جنريتور، اهو ده عبارة عن ايه زي في ارميتشر اهو كده ومتوصل معايا شانت فيلد وعندي سيريس فيلد متوصلين، هي بتبقى يا اما شورت شانت كومباوند ووند جنريتور او لونج شانت كومباوند
ووند جنريتور زي ما احنا شايفين، واحده فيها سيريس فيلد والتشانت فيلد بهذا الشكل. فممكن ان احنا نعمل التوصيله بتاعتنا زي اللوب اللي قدامنا، يعني مطلوب منك بس الشكل، تبقى عارف الشكل بتاع الدي سي كومباوند جنريتور. طبعا هي المحاضره معلش فيها نظر كتير وفيها شويه معادلات يعني بسيطه، فيا ريت يا جماعه بس ايه نذاكرها كويس. طبعا السلايد بنبعتها لك على الجروب بتاع الواتس، والمحاضره هنبعت اللينك بتاع المحاضره هنبعته ليك على الجروب. فيا ريت الناس بس تذاكر بس اول باول وتقرا المحاضره كويس، ولو في اي اسئله ممكن تبعت لنا من خلال القناه او من خلال جروب الواتس او من خلال الفيسبوك، وبنرحب بالاسئله. وفي الاخر بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.